صباح الفل، صباح العسل، صباح القمر، صباح البني ادمه اللي ما بتنامش كويس والله العظيم. المهم حبايبي، صباح الفل، فلوج جديد. ومن النهارده تحضيرات فرح صاحبتي، يعني استنوا نشغل العربية عشان خلاص الحر مش طبيعي. اوكي حبايبي، تحضيرات فرح صاحبتي، ما بعيد الكلام تاني. خلاص فرح صاحبتي بكرة الحمد لله، والنهاردة احنا رايحين السبا معاها، ودلوقتي انا متجهة على السبا. طبعا انا صاحية من صباحية ربنا، صحي مع فهد، وبعد كده نزلت ووصلت ماما، يعني انا في المعادي وماما ناحية الجيزة كده عند جامعة القاهرة. تمام، رحت ووصلتها ورجعت ووديت دي تاني الحضانة. انا من الصبح على الدائري عارفين كده. فدلوقتي اهو رايحين لسبا. طبعا ما لحقتش افطر، خدت ساندوتش كده معايا في الشنطة عشان ابقى اكله، وخدت قهوة، عملت قهوة ساقعة الصراحة لان الجو حار يا جماعة، بغض النظر يعني الكوباية، بس الكوباية دي كنت جايباها من ستاربكس قبل كده. المهم يا حلوين، صباح الفل، من النهاردة هيبتدي فلوجنا مع صاحبتنا. احي كنا هنخبط في العربية المهم هيبتدي الفلوج بتاعنا مع صاحبتي نور، والنهاردة هروح لسبا وهروح اشتري معاكو الشنطة اللي انا نفسي اشتريها، او مش نفسي، اللي انا عايز اشتريها عشان الفرح. بس صراحة شفت شنطة كده خدت قلبي، فكنت ناوي اشتري، سوري طبعا بتاع لما اتخبط في الكاميرا دي، كنت ناوي اشتري كلتش للفرح، بس رجعت بعد كده قلت هدفع مبلغ وقدره في كلتش عشان ساعتين، لا، فهروح اشتري شنطه تانية شكلها حلو تنفع لي الفرح وتنفع في الايام العاديه. ايه تاني يا دودة؟ اعتقد النهارده بس هقضي اليوم في السبا، وبعد كده هروح اجيب الشنطه وخلاص كده ونقضي يومنا عادي. ومن اول بكره بقى هتبقوا معايا من بدايه النهار ان شاء الله، ان اراد ربنا واكرم. هنروح الاوتيل من الصبح بدري عشان انا حاجزه اوضه انا كمان اجهز فيها مش عارفه ليه، بس انا حاجزه اوضه اجهز فيها عشان مش عايزه امشي متاخر، لان هي فرحها بالليل وفرحها يوم الثلاث، وانتوا عارفين يوم الثلاث والدائري هيبقى عامل ازاي، الناس كلها هتبقى راجعه من شغلها، فمش هيبقى في مجال خالص ان انا اطلع الدائري في يوم الناس كلها راجعه من شغلها وحاطه ميك اب وبتاع وماشيه في الطريق. فقلت خليني اجهز على الرايق معاكم هناك في الاوتيل، ونصور فلوج بقى ونقضي اليوم كله مع بعضينا. وبس كده حبايبي، يلا خلينا ننطلق على السبا. او صح، السبا اللي انا رايحاه اسمه كليو، موجود في المعادي. هحط لكم لينك الصفحه بتاعتهم تحت في الديسكربشن عشان لو حابين تروحوا. فعليا من احلى الاماكن اللي روحتها، الناس اللي هناك بروفيشنال جدا، المكان هناك سيف قوي، كل حاجه نظيفه، بطلع من عندهم ورده مزنهره، والمساج عندهم خطير. مش عارفه النهارده يبقى في وقت ان انا اعمل مساج ولا لا، بس خلينا نشوف اليوم هيودينا فين. هقفل بقى ايه الفيديو لغايه ما نطلع، لان الشارع بتاع السبا شويه مكسر، فالكاميرا اصلا هتقعد تتحرك من مكانها. وبس كده، صباح الفل يا حبايبي، اديني قاعده اهو، قاعده مستنيه العروسه تيجي عشان نطلع سوا. والمفروض جاي كمان واحده صاحبتها واختها، بس هما جايين في الطريق يعني، فانا قاعده اهو مستنياها. هي قالت لي قدامي دقيقه بالظبط واكون جيت، فيا مسهل يا رب. بصوا انا مش عارفه الفلوج ده هينزل لكم امتى، بس اكيد هينزل لكم اكون هي اتجوزت خلاص، فادعوا لها كده ربنا يكمل لها كل حاجه على خير، وحياتها تبقى احلى حاجه في الدنيا، لان هي جميله والله، جميله جدا يعني. ونور دي صاحبتي من وانا في اعدادي، في اولى اعدادي تقريبا، فبس هي تقريبا خلاص وصلت اهي. يا بيب اركن وتعالى حطيها هنا، حطيها هنا. العروسه جت، ايه العروسه؟ والله لا بضحك اكتر، بيقولوا اكتر. انزل انزل انزل، اعدلي بقى. يلا يا حلوين خلونا نطلع لسبا. اوكي يا حلوين، خلاص وصلنا لسبا ولبسنا الروب، بس انا لابسه الخبيشو طبعا عشان شعري. ويلا بينا، العروسه جت. ده انا هفضحها النهارده. العروسه قاعده بتسقف في الكورنر.
هلو حبايب قلبي، خلصت السبا طبعا من بدري، بس كانوا خلاص عارفين اللي هو اعصابي سايبه يا ولاد من المساج، فحرفيا ما كنتش قادره وخلصت بالظبط الساعه 4. متخيلين احنا من الساعه 10 ونص ل 4 في السبا لك وانت تخيل. وبعد كده طلعت على طول اخد ديدي، يعني ايه مستني مراياتنا يسلموا على بعض، يعني ده انت رخم قوي. المهم رحت خدت ديدي وطلعت على البيت، ويا دوبك نازله دلوقتي اودي الفستان بتاعي عشان يتكوي، واطلع على المول اجيب الشنطه، وحد بيكلمني استنى. المهم خليني يلا انزل للدراي كلين عشان اودي الفستان بتاعي. اوكي حبايبي خلاص وديت الفستان، وقال لي ساعه الا ربع وتعالي خديه، مع اني حاسه ساعه الا ربع كتير قوي الصراحه، بس اتس اوكي على ما اروح اشوف الشنطه وارجع احاول الكع نفسي كده شويه، مع ان محمد والله قايل لي ما تتاخريش عشان انا عندي ميتنج ومش هينفع تتاخري. بصراحه انبسطت جدا في السبا، فرق في نفسيتي قوي قوي بطريقه مش طبيعيه يعني. المهم دلوقتي بقى هنطلع على المول. طبعا انا مش عايزه ارغي كتير في الفلوج بتاع النهارده عشان وي هاف ا لونج داي تومورو يا جماعه، احنا عندنا يوم طويل قوي مع بعض، فحرفيا مش عايزه اطول عليكم في الفلوج بتاع النهارده او البارت بتاع النهارده يعني. فيلا خليني اقفل واشوفكم في المول وانا بشتري الشنطه عشان اوريكم. الصراحه عندهم شنط حلوه قوي، وده مش سبونسر يعني، الناس دي مش دافعه لي اي حاجه، انا حرفيا رايحه اشتري عادي، بس حقيقي حقيقي شكل الشنط عندهم لكجيريس كده وشكلها شيك وكاني جايبه من حاجه غاليه قوي. والشنطه اللي انا عايزاها يا رب بس ما تكونش اتباعت، تحفه يخرب بيت جمالها حقيقي تحفه. وصلت المول، ودي براند اللي انا هجيب منها، اسمها فانت تقريبا او دي فانت حاجه كده. اوكي حبايبي دي الشنطه اللي عجبتني وهاخدها عشان تنفعني بعد كده. بصراحه عندهم كولكشن شنط حلوه قوي، بصوا جمالهم بجد خطار. بصوا بقى في منها كمان البيج، بصوا الحلاوه. لا عندهم كولكشن كده مختلف، وتعالوا اوريكم الكبار، الكبار يجننوا. بصوا بقى الكبار دول تحفه، ودول برضو حلوين قوي، بس انا دي عجبتني حسيتها هتنفع يعني للمناسبه وبعد كده. فاتس اوكي هناخد دي، شكلها كيوت قوي. بصوا ده اسم البراند تحفه بجد، حاجتهم حلوه قوي. دخول سيتي سنتر ما ينفعش من غير طلبات البيت، بس طبعا الشنطه دي هتقعد جنبي، ما ينفعش تقعد في شنطه العربيه. يا صباح الفل، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين مستعدين نروح مع بعض الفرح. انا خلاص جهزت كل حاجه، لان حرفيا ما كانش في وقت اوريكم وانا بجهز الحاجه، لان انا جهزتها امبارح بالليل وكنت مسقطه جدا ومش قادره. حرفيا المساج والسبا خلوني ما عنديش اعصاب، لدرجه امبارح عمال اقول لمحمد انا رجلي بتوجعني وجسمي بيوجعني، المفروض ان انا اكون كويسه يعني، مش عارفه ليه تعبانه كده. المهم لبست الشيرت ده، لو تفتكروا كنت جبته لبس العيد من الحاجات بتاعه لبس العيد، بس ما لبستوش في العيد، كنت لابسه ساعه تانية في العيد، فلبست الشيرت ده كده. بصوا هو قصير كده من قدام وطويل من ورا، بجد شكله كيوت، وفي كمان كابشو، ولبسته على ليجن اسود، ولبست الشوز دي. وبس كده يلا احنا عندنا النهارده طريق طويل. طبعا ما كانش عندي وقت الصبح اجيب اكل عشان اخده معايا، لان انا يعني اليوم بتاعنا مش طبيعي النهارده، فطلبت اكل اللي هي سيزر سالاد وهاخدها معايا، لان مش عايز اكل قوي عشان ما انفخش والفستان يبقى الموضوع كارثي، مع ان الفستان مش ضيق يعني، هو فستان عادي، بس ما كنتش عايزه ادب قوي يعني. النهارده عندنا لونج داي، مش عشان فرح صاحبتي بس، النهارده انا هعمل ميك اب لمامه العروسه وبنت اخت العروسه، تمام؟ فالنهارده انا عندي لونج داي از شغل يعني، مع ان انا ما بحبش شغلانه الميك اب ارتست، بس هم غاليين عندي يعني، فاهمين؟ اول ما قالوا لي قلت لهم اكيد اوكي. فبس كده حبايبي يلا مستعدين، عندنا طريق طويل من المعادي لغايه طريق اسكندريه، يعني عايزكم بس تتخيلوا، بس تتخيلوا يعني. فيلا ربنا معانا وان شاء الله اليوم يبقى لطيف. ده الفستان مكوياه ومغلفاه وكل حاجه، ودول الشنط، الشنطه دي فيها بقيه اللبس بتاعي وميك اب، وهنا برده في ميك اب، وده الرينج لايت، وبس. ودي شنطتي اللي انا هنزل بيها، ودي السلطه، لا دي حاجه منى صح؟ فين السلطه بتاعتي يا محمد؟ جوه؟ السلطه بتاعتي جوه في المطبخ. خلينا يلا ناخد السلطه.
ويلا بينا. ومحمد كتر خيره عمل لي قهوة، شكرا يا حميدة. فكتر خيره ولا عمل لي قهوة جامدة عشان تسد معايا بقية اليوم. محمد امبارح غسل لي العربية وعملها لي بامبا في بامبا، مش عارفة ايه كمية البامبا دي، مش بتاعت بامباهات انا. والله مش عارفه الراجل ليه مونا عملها لي بامبا كده. طب والله شكلها حلو. لا مش همشي بالبامبا ده، ايه ده. المهم يا حلوين يلا هطلع بس ايه، اطلع مونا لغايه بره. فهنطلع بس مونا لغايه بره وبعد كده نكمل بقى اليوم بتاعنا عامل ازاي، وراح احط بنزين برده عشان احنا مش ضامنين طريقنا عامل ازاي. فيلا اشوفكم كمان شويه يا حبايبي. خلاص نزلنا مون روحت النهارده، هي بقى مبسوطه بطريقه مش طبيعيه عشان النهارده ربع يوم. هي اصلا جات لي الساعه 6 الصبح، هي مواعيد منى اصلا مش بدري، يعني هي بتجي لي تقريبا كل يوم الساعه 10، فهي جات لي النهارده 6 الصبح عشان قلت لها تخلص كل حاجه عشان انا هبقى بقيت اليوم بره. يعني النضاره دي كبيره قوي بس حاساها حلوه يعني. المهم فهي النهارده بقى ايه يعني مروحه بدري قوي فمنشكحه يعني. المهم المفروض دلوقتي بقى ان احنا هنحط ماب، فين الموبايل، هنحط ماب عشان نتوكل على الله بقى نطلع على الاوتيل. الاوتيل في الرمايه، الرمايه الطريق يعني طريق حقيقي من عندي في المعادي سفر، بس خير ان شاء الله خير يعني. فيلا خلينا نجيب مكان الاوتيل ونتوكل على الله ونبدا الفلوج بتاعنا من هناك. مش متخيله واخده كميه حاجات قد ايه معايا كاني مسافره، بس انا يعني انا برضو عشان مش بشتغل ميك اب ارتست فمش عارفه ايه الحاجات اللي ممكن بجد اخدها، فاهمين؟ فواخده تقريبا كل الميك اب بتاعي، عارفين كده، لان انا مش شغلانتي فمش عارفه ايه اللي اخده معايا في الكات بتاعتي يعني. فيلا انا هقفل بقى الكاميرا عشان حنين الستاند من هنا ونحط مكانه الموبايل. فاشوفكم هناك بقى ان شاء الله، ادعوا لي اوصل على خير. وصلت، انا بقالي تقريبا ساعه عماله بلف اساسا لان الاوتيل المدخل بتاعه جنب كوبري فمتداري كده شويه. ادخل خلاص، المدخل بتاعه متداري كده شويه وفي تصليحات فما تعرفيش تشوفي البوابه. تمام اوكي شكرا. وده برضو بالساعه وكده حتى الجست ماشي. يوم ماشي اخر النهار. واليوم ب100. اليوم ب100. طيب حلو ماشي. اركن هنا في حته بتاعته. ماشي اوكي. اوكي يا حبايبي فاينلي يا جماعه، مش مصدقه نفسي ان انا وصلت بجد، اقسم بالله خلاص فرفرت. عايزه بس اركن بوشي بظهري قصدي عشان يبقى سهل ان انا اخرج. ده الاوتيل كده اوكي، كله حاطين هنا زي اثار كده شكلهم حلو قوي. بصوا مش عارفه الدنيا هنا ضلمه ولا ايه، بس الفايب حلو قوي في الاوتيل ده. وبصوا الريسبشن كمان عاملين الحيطه مكتوب عليها كده بالفرعوني عشان هو الاوتيل قريب قوي من الاهرامات. حلو قوي. وده كده بقيه الاوتيل، واو شكله يجنن. فاينلي اخيرا وصلنا الاوضه. انا مبسوطه في الفلوج ده عشان حاجه واحده، استنوا خليني بس احط الشنطه. انا مبسوطه عشان احنا خرجنا بره خروجات المول الممله اللي اكيد انتوا زهقتوا منها يا جماعه. اوكي تاتا، النهارده ان شاء الله اليوم يبقى حلو. دي الاوضه صراحه شكلها لطيف جدا وحلو. تمام، هي في دور اول تقريبا حاجه كده، وفي هنا تي في وفي هنا مرايه كبيره وحاطين لنا اول عشان اشرب شاي، اموت على كوبايه شاي اصلا. والمفروض هنا بره البول فيو او البوابه، ما اعرفش صراحه، مش اكسايتد ان انا افتح، الشمس بشعه. والمفروض في سريرين بس انا مش هنام عليه النهارده، بس هنبهدله برده. تمام، وفي هنا دولاب كبير وهنا موجود التويلت. استنوا ايوه اوكي، هنا موجود التويلت. I'm super excited يا جماعه. يلا عايزين ننجز بسرعه جدا، مش عشان حاجه يعني، انا عايزه ارص الميك اب وحاجتي كل حاجه تكون جاهزه بحيث اقعد بقى اروق على نفسي. يعني بجد بجد قد ايه الخروجه دي فارقه معايا. عايزه اول حاجه اشوف الثلاجه فين عشان اشيل فيها السالاد عشان الدنيا ما تبص، يعني عشان السلطه دي ما تبص. فخلينا ادور. اوكي لقد وجدتها.
حط هنا السلطة، بس انا بصراحة مش عارفة ايه شغالة ولا لا، خليني اشوف الفيشة بتاعتها محطوطة ولا ايه. تمام الفيشة محطوطة. الجو بشع يا جماعة، الجو حر جدا بطريقة مش طبيعية، بالذات امبارح والنهاردة كان الجو حر، بس it's okay بما ان انا كائن بيحب الصيف وما بيحبش سقعة الشتاء، فانا اوكي الجو حر بس انا مش متضايقة. ده الميني ميك اب ارتست اللي جوايا، عارفين كده، تخيلوا انا لو ميك اب ارتست الكيت بتاعتي هتبقى عاملة ازاي، محتاجة 4 ترابيزات كده عشان اعرف اشتغل كده براحتي يعني، فاهمين كده، انا يعني جايبة اوبشن على قد المامت العروسة والبنوتة اللي معانا، فاهمين دي الحاجة كده، من دول الاي شادو والرموش، وهنا كل حاجات الحواجب والايلاينر سبتهم جوه الشنطة، وهنا كل الفرش. عارفين كنت اخد فرش قليلة بس رجعت قلت انا يمكن احتاج دي، يمكن احتاج دي، يمكن احتاج دي، خدت بقى ايه الفرش كلها كده، وسايبة حبة كمان في البيت وسبونجز وبتاع والكلام ده كله، وجايبة هنا معايا كمان الرينج لايت بقى بروفيشنالي يا جماعة بروفيشنالي. اوكي حبايبي خلاص لبست. لو تفتكروا الفستان ده انا كنت جايباه من شي ان في الكوليكشن بتاع رمضان، حسيته مناسب قوي للفرح. طبعا انا ما عرفتش اصور معاكم كل فات لاني كنت بحط ميك اب لمامه العروسه والدنيا كده كانت متلخبطه من حوالينا، فما عرفتش خالص ان انا اصور اي حاجه، بس اهم حاجه الفاينل لوك يا جماعه. الميك اب شكله خطير، شايفينه كده خلاص الشمس راحت وابتدت تنزل، فالنور بجد مطلعه حلو قوي، الهايلايتر خطير ويجنن بصراحه، الشكل الاوتفيت كله خطير. عايز اثبت والله الكاميرا واوريكم شكله، بس حرفيا مش عارفه، فتعالوا اوريكم في المرايه دي، هحاول اوريكم في المرايه يا رب يبان. ده الفستان كده، ده شكله، الكتاف عليها كده سيلفر، وهو نازل كده ضيق من هنا ونازل على واسع، جو حريم السلطان كده شويه، والكم بتاعه من هنا طويل قوي، وبس ده كده الميك اب. مش عارفه اصلا هو ممكن يكون باين لكم ولا لا، بس كده الفاينل لوك. هلبس بقى الجزمه دي في الاخر اللي تحت دي، بس ده كده الفاينل لوك. خلاص الحمد لله فاينلي خلصت وخرجت، طبعا متاخرين جدا بس عشان انا كنت الاول بقى بجهز مامه العروسه وكده. المهم اروح اخد العربيه بس واجي اخد الشنط، وبابا وماما العروسه هيركبوا معايا، فا اتس اوكي يلا خلينا نروح الفرح. مش عارفه اعرف اصور لكم في الفرح ولا لا، الصراحه عايزه انبسط مع صاحبتي عارفين كده، فخلينا نشوف اليوم هيوديه لغايه فين، بس اكسايتد قوي، عايزه اوريكم والله شكل الفستان كله، بس الظروف مش مساعداني. خلينا اما نوصل المكان واحاول اصور لكم واوريكم شكل الفستان كله. هلو يا حلوين، الساعة 11 وتلت وانا راجعة دلوقتي على البيت، انا على الدائري وان شاء الله ارجع بسلام. الفرح كان جميل 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 جميل، اللهم بارك يا رب، بارك لها في حياتها يا رب. طبعا انا مروحة بالفستان بس لابسة على الكوتش الصراحة، يعني رجلي وجعتني من اول نص ساعة فقلعت الجزمة، هحاول لو في اي مقتطفات كده انزلها لكم. حتى الفستان والله ما لحقتش اصوره، بس حرفيا كان الفرح احلى من احلى فرح انا حضرته في حياتي بجد، انبسطت جدا وهي كانت فرحانه، يا رب يبارك لها في حياتها يا رب ويديها كل حاجه حلوه، عشان هي والله تستاهل كل حاجه حلوه. المهم خليني اروح ونقعد بقى نشيل الميك اب مع بعض ونقفل الفلوج ده، وبس كده اقفل بقى عشان اعرف اسوق.